بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت فإنك يا مولانا تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قسمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله سبحانك سبحانك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصيام ولك الحمد بالمال والصحة والمعافاة سبحانك بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وكبدت عدونا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لك الحمد بجميع المحامد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم لك الحمد على نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم أو خاصة عامة أو سر أو علانية لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الحمد على كل حال يا إلهنا يا ربنا يا
خالقنا يا مولانا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك العتق من النار نسألك العتق من النار ونسألك دخول الجنة مع الأبرار ونسألك النجاة من النار ونسألك العلا من الجنة ونسألك أن تغفر لنا الليلة وتتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت في هذه الليلة من فتنة وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين نسألك رضاك نسألك رضاك يا الله نسألك رضاك يا الله ارض عنا الليلة وبارك فينا الليلة واغفر لنا الليلة واقبلنا عندك في عبادك الصالحين يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا ارحمنا الليلة ارحمنا الليلة واكتبنا عندك من عتقائك من النار وارحم والدينا وارحم والدينا وارحم أجدادنا وارحم أحبابنا وارحم من له الحق علينا واستجب لنا دعانا يا الله يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قربنا إليك قربنا إليك يا الله وارزقنا حبك يا الله حتى لا نرى غيرك يا الله يا الله ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من أوليائك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من كان منا مريضا فاللهم اشفي الليلة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وخذ بأيدينا إلى كل خير واصلنا من كل شر ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا ومستقرنا ولا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأفئدة ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك معاصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنها واجعله نورا لنا وضياء لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. وبفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم نورنا بالقرآن الكريم ونور أفئدتنا بالقرآن الكريم ونور ديارنا بالقرآن الكريم ونور بيوتنا بالقرآن الكريم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم مكن أولادنا من حفظ كتابك. اللهم أعن أولادنا على حفظ القرآن الكريم وترتيله وفهمه وتطبيقه يا رب العالمين. وادخلنا الجنة مع القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الجود والكرم يا رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعطنا أجر ليلة القدر كاملا غير ناقص يا رب العالمين. اللهم أعطنا أجرها وثوابها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قامها وصامها يا رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك من الذين تقبلت صيامهم كاملا غير ناقص وأثبتهم على ذلك أجرا عظيما وغفرت لهم كل ما مضى وتقبلت توبتهم واستجبت دعاءهم يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا. هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا وضعفنا ظاهرين بين يديك فعاملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأتم علينا نعمتك وعافيتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اصلح لنا أولادنا وبناتنا وذرياتنا وبارك فيهم يا رب العالمين وابعدهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. بارك لنا في مساجدنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مؤسساتنا
بارك لنا فيهم وزدنا فيهم ومكننا في هذا الأرض وافتح لنا قلوب العباد واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع هذا الوباء عن المسلمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك حسن الخاتمة اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Special dua for the sick people and volunteers, inshallah, this masjid and all the people who can see, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحم من مات من المسلمين حديثا أو قديما واشف من كان مريضا أو طلب منا الدعاء اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه الليلة اللهم اشفه الليلة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بارك اللهم في قائمنا هذا المسجد بارك الله فيهم بارك الله فيهم يا أرحم الراحمين وبارك في صحتهم وذريتهم وأولادهم آمين آمين وبارك في جميع الحاضرين والغائبين يا الله اقرئنا عنك الليلة بفضل سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم